إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. المركز الأول، دعونا نأخذ الدرجة 97.07. القارئ عبد الرازق أشرف صلاح الشهاوي من مصر مبارك. الآن نستعن بالله واختر المقطع. اقرأ المقطع الذي تم اختياره عندك. اقرأ المقطع. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. سورة الأنعام. سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، ويعلم ما
يعلمها. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ويعلم ما فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم.